الفتاة الثلجية حكاية من التراث الأمريكي. بدأ الثلج منذ يومين بالتساقط، واستمر طوال يوم أمس أيضا، ولم يستطع أطفال البلدة الخروج من منازلهم. ما أغزر الثلج، ألم يكن من الأفضل عدم وجود الثلج في الدنيا؟ هذه كانت أفكار فيوليت وبيني. غير الطفلان تفكيرهما ووصلا إلى قناعة بأنه لا يوجد شيء أجمل وأبدع من الثلج في الدنيا كلها، ونزل الأطفال ليستأذنوا من أمهم لتسمح لهم باللعب بالثلج. لقد استمتعوا بوقتهم، حتى العاصفة الثلجية القوية كانت هدية من الله إلى الناس على الأرض. وفي الحال لاحت لفيوليت فكرة مدهشة. بيني، لماذا لا نصنع فتاة ثلجية؟ نستطيع أن نصنع فتاة صغيرة من الثلج ونجعلها أختنا ونلعب معها في الحديقة طوال فصل الشتاء. فعلا فكرة مدهشة، ولكن لا نستطيع أن ندخلها إلى البيت لأن فتيات الثلج يكرهن الأماكن الدافئة. سنتركها في الحديقة. هيا نبدأ. يا نبدأ أبا احرقي. وهكذا بدأ الأطفال بصنع فتاة ثلجية. ها؟ أوه، ما أجملها. حقا إنها تشبه فتاة صغيرة إذا تناسيتم أنها قد صنعت من الثلج. لهؤلاء الأطفال موهبة حقيقية. كانت الأم راضية وفخورة ومندهشة لما صنعه أطفالها لوحدهم. سار عمل الأطفال بسهولة، عملهم الشاق بدأ يكتمل تدريجيا، كانوا يلعبون ويتحدثون. والآن نحتاج إلى العين. ما رأيك بهذه لتكون عينا؟ ما أجملها. رأيها هناك. أوه جميلة. في تلك اللحظة ومن بين الغيوم أشرقت أشعة الشمس ونورت خدود الفتاة الثلجية. أوه انظري لون خدودها أحمر. أوه أنت على حق. وفي تلك اللحظة أشرقت أشعة الشمس على الفتاة الثلجية ثانية. يا إلهي انظري إلى شعرها، كأنه مصنوع من الذهب. لكن لون شفتيها ما يزال أبيض. بيني، ما رأيك لو قبلنا شفتيها قد تصبحان حمراوين؟ ما رأيك؟ فعلا هيا نجرب. قبل الطفلان الفتاة الثلجية قبلة خاطفة. لا فائدة بيني، فلنتركها تقبلنا هي هذه المرة. ما رأيك؟ هيا. فعلا قبليني من فضلك. إنها باردة. انظر، لقد احمرت شفتاها ووجهها أصبح ورديا يا بيني. وفي تلك اللحظة هبت ريح شمالية قوية ممزوجة بالثلج على الساحة. يا إلهي فيوليت، بيني تعالوا. رأت الأم ظل ثلاثة أطفال. يا إلهي أمي، انظري إلى هذه الفتاة، إنها أختنا الجديدة، نحن الذين صنعناها. من هي
الفتاة؟ أخبراني. ها؟ أختنا التي صنعناها من الثلج يا أمي. هيا بنا نلعب. صنعوها من الثلج؟ الأطفال يحبون قصص الخيال. وفكرت الأم، لابد من أنها بنت الجيران. كانت الفتاة تلبس ثوبا خفيفا فقط، وذلك في منتصف الشتاء البارد. وأيضا اختفت الفتاة الثلجية التي صنعها الأطفال. مستحيل، هل هذا معقول؟ لم تستطع الأم أن تصدق ما حدث أمام عينيها. وفي تلك اللحظة حضر الأب عائدا إلى البيت. ما هذا؟ مساء الخير. مرحبا. لاحظ الأب الأطفال وهم يلعبون. من هذه الفتاة التي في الخارج؟ أنا لا أعرفها أيضا يا عزيزي، لا أعرفها. لابد أن أهل هذه الفتاة مجانين. من العجب أن يتركوها تخرج بثوب خفيف في يوم بارد كهذا. هذا لا يغتفر. هي فيوليت، بيني تعالى. أبي أنت بخير. أيتها الفتاة المسكينة، لقد ازرق وجهك من البرد، لابد أنك الآن مثلجة. لا بأس، إنها مصنوعة من الثلج. ماذا؟ نعم يا أبي، صنعناها من الثلج. صنعتموها من الثلج؟ بيني قولي الحقيقة، من أين أتت هذه الفتاة؟ قولي لي أيضا. الوالد رجل أمين ولطيف، ولكنه لا يؤمن بقصص البنات أو القصص الخيالية. صدقنا، نحن صنعناها من الثلج. كفى، ضعوها في غرفة دافئة، أدخلوها هيا. لا يا أبي، لا أرجوك، لو فعلنا ذلك ستموت حتما. لا تتصرفوا بحماقة يا أطفال، لو تركتموها في الخارج ستتجمد من البرد وتموت حتما. نعم. ما بك يا عزيزي، ربما يكون الأطفال صادقين في كلامهم. أوه يا إلهي، حتى أنت تقولين كلاما غير منطقي. ها؟ هذه الفتاة مصنوعة من الثلج. نعم صحيح، من الطبيعي أن تبدو وكأنها مصنوعة من الثلج لأنها متجمدة تماما. تعالي يا ابنتي، تعالي ادخلي إلى الداخل. كلا يا أبي كلا، لا تفعل ذلك. والد الأطفال أدخل الفتاة إلى البيت. أبي أرجوك توقف يا أبي، أرجوك لا تأخذها. سأغضب لو تماديتم بحماقتكم، والآن ستكونين بخير، ستشعرين بالدفء. هيا اجلسي يا ابنتي هنا أمام النار. جلست الفتاة على كرسي أمام المدفأة حانية رأسها بحزن. الريح الشمالية الباردة كانت تطرق على النافذة وكأنها تقول للفتاة، هيا خرجي في الحال، هيا اشربي هذا الحليب الساخن وستشعرين بتحسن. هيا يا ابنتي اشربيه، اشربيه هيا. لا يا أبي لا أفعل ذلك. اهدأوا اهدأوا، سأذهب إلى المدينة لأبحث عن أهلها. اسمعوا، لا تتركوها تخرج مهما حدث، أم سمعتم؟ حاضر. لابد أنه حدث شيء لعائلتي، لا أدري ماذا بهم. ماذا في الأمر؟ ماذا حدث؟ ماذا بكم؟ ماذا حدث؟ أمي لماذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ لماذا؟ ماذا جرى؟ ماذا بكم؟ يا عزيزي لا جدوى من البحث عن الفتاة بعد الآن. لقد نامت أختنا، نامت يا أمي. يا أمي لقد نامت. لم يتبقى من الفتاة سوى كرة ثلجية صغيرة. غير معقول. والد الأطفال كان رجلا أمينا ولطيفا، ولكن كيف له أن يؤمن بقصص الأطفال أو حتى بالقصص الخيالية؟ من المؤكد أن الأطفال جلبوا معهم الكثير من الثلج، وهذا هو سبب وجود الماء أمام المدفأة. أحضري منشفة وامسح الماء. لماذا لا تصدق ذلك؟ رأيناها بأعيننا. نعم مستحيل أن تحدث هذه الأشياء. فيوليت وبيني لم يحاولا أبدا صنع دمية من الثلج مرة أخرى، لأنهما خافا على الفتاة الثلجية من نفس المصير المؤلم.